مساء الخير، سمعني واضح؟ بالبداية بحب رحب بالحضور وحب أشكر بالأخص منظمي هذا اللقاء، خصوصاً المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون والمنتدى الثقافي في ديربون. أنا بحب أشكر جهودكم كمان لأنه هذه الفسحة والمساحة اللي خلقتوها كل شهر، المساحة الفنية والفكرية والثقافية، هي شيء كتير ضروري بحياة الجالية. وأنا بعرف أنه تقريباً إلى 20 سنة هاني ولم أجد هكذا مساحة يعني إلا بآخر هالفترة، فمشكورين ومأجورين على العمل، بتمنى تواظبوا عليه. بدي بس أحكي مثل ديسكليمر، يعني توضيح بسيط قبل ما بلش بالكلمة تبعتي. أنا دكتور بعلم النفس لكني غير مختص بهالموضوع بالناحية العلمية البحتية. كلمتي اليوم بتعتمد على خبرتي بالعلاج النفسي مع الناس اللي بيجوني على العيادة وعلى المستشفى، وسوف تعتمد أيضا على الفلسفة الحب ونظرتي له وقراءاتي. فاعذروني يمكن أول إشياء تتعارض شوي معي الحب اليوم، فتحملونا شوي. موضوع اليوم أو الكلمة اليوم هي الحب في زمن الإنترنت. الحقيقة أنا بعد ما تحدثت مع الأخ وسام وتوصلت أنا وياه التايتل، عنوان الحلقة أو الندوة، اكتشفت أنه كان يمكن أن يكون العنوان أفضل لو قلنا الحب في زمن شبكات وسائل التواصل الاجتماعي. لأنه الإنترنت كمفهوم هي وكفكرة وكفضاء هي شيء موجود منذ تقريبا بدايات التسعينيات، وهي أعمق بكثير من شبكات التواصل الاجتماعي. لذلك التركيز اليوم حيكون على شبكات التواصل الاجتماعي، لأنه بعتقد هاي الشبكات بحد ذاتها عم تلعب دور بالأحيان أكثر من أقل من إيجابي، هو سلبي جدا، وحوصل الفكرة بتمنى إذا وصلها. يعني شبكات التواصل الإلكترونية والافتراضية هي شيء جزء من حياتنا أصبح. الجيل الجديد بشكل أو بآخر، يعني بيقولون الميلانيالز الخلقانين بالتسعينات وبآخر الثمانينات إلى الآن يستعملونها بشكل دائم، يعني فهي حتكون جزء معنا، حتكمل معنا، فلابد من دراستها ومعرفة مكامن القوة فيها ومكامن الضعف والتأثير اللي ممكن تحتو بحياتنا. النقطة اللي بدي أتناولها اليوم هي عبارة عن علاقة أو علاقة الحب الرومانسي المعرف بالحركة الرومانتيقية، وعلاقة هذا الحب بوسائل التواصل الاجتماعي. ليش بدي أحكي عن الحركة الرومانتيقية؟ نحن نعيش في هذا القرن ونحن يعني مننهل ومنستعمل كل أفكارنا وتعبيرنا أحيانا عن الحب وتجاربنا من الحركة الرومانتيقية وتأثيرها على المجتمع منذ نهاية القرن الثامن عشر. الحركة الرومانتيقية تعريف بسيط، يعني ما في وقت اضطر إلى أكثر من أنه أعرفها بجملتين. تعتبر الحركة الرومانتيقية The Romanticism أو Romantic Movement هي ردة فعل جاءت في أواخر القرن التاسع عشر على الحركة التنويرية أو على الفكر التنويري، الذي أتى وأعطى للعقل وأعلى من شأنه ومن شأن المنطق والعقلانية عند البشر. شكلت هالحالة خوف عند كثير ناس من الفلاسفة والشعراء، خوف ترافق مع شعور أنه فكرة الإله وفكرة الدين تتعرض إلى ضغوطات من الفكر التنويري، وإلى يعني بمكان ما تم الخوف من أنه عدم وجود فكرة إله، ومن أين يأخذ الإنسان مصدر قيمه ومصدر حياته إذا لم يكن هناك من إله. جاءت الحركة الرومانتيقية لتصحح بنظر الشعراء والفلاسفة الكثر الذين التزموا بهذه الحركة الرومانتيقية، وقالت بأننا يجب أن نعود إلى الطبيعة. إذا لابد لم يكن هناك من إله، لكن لابد من عودة إلى الطبيعة، لابد من العودة إلى الغرائزية التي هي جزء من حياة الإنسان، التي تجعله واحداً مع الطبيعة ومع المخلوقات والكائنات الأخرى. فتم إعلاء العواطف
العاطفة، تم إعلاء الحدس الانتويشن، وتم التركيز دائما على فكرة أن الإنسان هو مخلوق أيضا عاطفي ويستطيع أن يصل ويفقه الأمور بعاطفته. أقدم بسيطة لأنه بعتقد ما بيسع الوقت نحكي عن النقد أو عن التجربة هذه الرومانطيقية، لكن هالتجربة الرومانطيقية أدت إلى تعريفات إلى الحب لا زالت معنا إلى حد الآن. اللي بيحضروا أفلام كانت عربية ولا أجنبية بيقولون رومانتيك كوميديز أو رومانتيك موفيز، بيعرفوا إنه قصص الحب التي تعرض في هذه الأفلام والقصص التي تكتب عن هذا عن الحب هي مبنية على أفكار جدا من هالحركة هذه. طبعا في تاريخنا وفي تاريخ العربي والشعر العربي وفي عندنا كثير قصص تتحدث عن الحب بطريقه رومانطيقيه، كان عبله وعنتر، وان كان القيس وليلى، الكثير من هذه الامثله، لكن الحركه الرومانطيقيه فعلا وضعت اسس برايي انا ما زالت معنا الى هذه اللحظه. هذه الاسس في بعض الاحيان هي تجعل الكثير من المشاكل في العلاقات الزوجيه والعلاقات العاطفيه نظرا لرايي المتواضع، نظرا لكونها اسس احيانا مستحيله. قبل ان ادخل في تعريف الرومانطيقي الحركه الرومانطيقيه للحب، اريد ان اقول ان فكره الحب هي فكره موجوده منذ الابد، هي فكره انسانيه بحته، لكنها فكرة أو تجربة مبنية على مناطق أو حركات عصبية دماغية موجودة عند كل الكائنات. لذلك العلم في آخر 20 سنة بدأ يبلش يعني يأخذ المجهر تبعه ويوجهه نحو تجربة الحب ليدرسها ويفندها كأي تجربة أخرى. البعض يخاف من هذه الفكرة، البعض يخاف من أن كان للعلم من قول في شيء مقدس كالحب ومن تفسير فسوف يخسر أو سوف تخسر تجربة الحب قيمتها وتصبح مثلها مثل أي شيء آخر. أنا بعترض على الفكرة هذه لسبب بسيط. كلنا ما بعرف إذا في كثير ناس تحب تأكل كيك قالب الحلوى، كوننا نعرف ماذا يدخل في قالب الحلوى من مكونات وكيف يصنع قالب الحلوى لا يلغي من أننا نستمتع في قالب الحلوى، وأن تجربة قالب الحلوى أو الآيس كريم وشو بتحبه؟ ملوخية مثلاً، أي شيء، بس خليها حلوى. الفكرة أنه حتى لو الحب تعرض للتحليل والتفسير بطريقة علمية هذا لن يجعله أو يقلل من قيمته أو يجعل تجربة الحب أقل شغف أو أقل تأثير فينا. لذلك أنا من هالناحية كلمتين بسيطتين حول آخر اكتشافات علمية حول الحب. التفسير العلمي حالياً للحب بيضعط بثلاث خانات: الحب the last love from الحب الشهواني والغرائزي، هو الحب هذا الذي يعتمد على الوسائل أو على الهرمونات الجنسية الموجودة بمعظم الكائنات حتى إلى أبسط الكائنات. يمكن الهرمونات الجنسية التي هي مثل التستوستيرون عند الرجال موجود أيضاً عند النسوان والأستروجين، هؤلاء أو هذه الهرمونات مؤثرة جدا وفاعلة ومحركة للغريزة الجنسية عند الطرفان، ولسبب رئيسي لأن الهدف الرئيسي بحياتنا هو أيضا التكاثر والتواصل، فالمحفز لدينا بالبداية هو الحب الغريزي. الحب الآخر الذي نتحدث عنه اليوم اللي العلم درسه هو الحب الرومانتيك لاف، أو هو الحب اللي يعتبر نحكي عنه دائما عندما نقول واحد fell in love، سقط في الحب. تعبير سقط في الحب يعني هو تعبير كثير مؤثر، لانه فعلا تجربه الحب هذا الحب الثاني الذي لا ينفي الحب الاول، لانه الحب الاول الحب the last love او الحب الغرائزي ايضا جزء من الحب العاطفي. الحب العاطفي اثبت العلم بدراساته انه ايضا يشبه الى حد ما الادمان. عندما بتجيب ناس اشخاص في حاله حب في بدايات حاله الحب وبتضعهم تحت الات الافمراي التي هي الات اللي بتدرس الدماغ وبتحلل حركه الدماغ، اكتشف العلماء انه المناطق اللي بتتحرك او هي اكتف ناشطه في دماغ الانسان تشبه المناطق
عندما يكون في حالة الحب تشبه المناطق التي تتحرك في حالة الإدمان. وهذا الشيء بيفسرنا عندما يكون الحبيب بيحب أو الحبيبة بتحب من يعني بدك تشوف الحبيب بكل الأوقات، ما فيك تغيب عنه. مثل الإنسان لما يكون عنده إدمان على شغلة ما بيقدر يبعد عنها. هذا الشغف، هذا الشعور الدائم إنه مش عم تكتفي من الحبيب، هذا عبارة له علاقة بمحرك بنيورو ترانسميتر. هو نيورو ترانسميتر هن وسائل كيميائية بيستعملها الدماغ للتواصل مع بعضه. هو عبارة عن دوبامين. الدوبامين هو عبارة عن هرمون السعادة أو مش هرمون السعادة، نيورو ترانسميتر السعادة. إذا عندما الإنسان يقع في حالة الحب ينتج هرمون الدوبامين بكميات كبيرة يشبه ذلك حالة الإدمان. لذلك وهذا لا يقلل من الحب، لكن العلم بدأ ينظر إلى حالات الحب التي بتخلي الإنسان أحياناً ما ينام، بتخلي الإنسان يكون مهووس بالحبيب، بتخلي الإنسان يفوت بحالة إحباط وما ذلك. هل كون الحب يعرف بالطريقة البيولوجية ينقص من قيمته؟ كما قلت لا، لأنه أيضاً الحب هو تجربة إنسانية، تجربة إنسانية فريدة. لو أنها مبنية على ملايين سنين من التطور، لكن تجربة إنسانية تأخذ قيمتها وتفسيراتها من قدرة الإنسان على الإبداع، من قدرة الإنسان على التخيل. تخيلوا لما في لغة، هي اللغة اللي هي حاليا موجودة عند البشر ككائنات وحيدين، هي اللغة. اللغة بتخلينا نعبر عن الحب بالطريقة اللي نعبر فيها، بتخلينا نختبر الحب بالطريقة اللي نختبر فيها. في بعض الناس بيعتقدوا أنه لو ما القصائد الموجودة والأغاني والمعلقات يمكن الإنسان ما يختبر الحب بنفس الطريقة.